ما شاء الله تبارك الله. هذه الخبطة فريق الحقو الريف شفت العين ما شاء الله تبارك الله. عاد أصدقاء المطر أحباب المطر اللي يغطوا المطر المثيمين العاشقين للأمطار دائما وأبدا ما شاء الله. حيثما كان المطر وحيثما كان الخير والرحمة. يومنا جميل والتوقعات مستمرة بإذن الله إلى فترة المساء. الاثنين 30/5/1443 3 يناير 2022 بداية جريان وادي الخبطة طريق الحقو الريف في منطقة جازان الآن. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. من قلب الحدث نواصل لكم هذا الرصد الميداني لأجواء منطقة جازان. طبعا كما تشاهدون ما شاء الله جريان السيول في هذه الأثناء على الطريق الواقع ما بين محافظة الريف الحقو. أمطار ما شاء الله تبارك الله غزيرة كان لها جميل الأثر من خلال ما نشاهده في هذه الأثناء من جريان السيول على امتداد الطريق. السحابة كانت طيبة جدا وأثارها ولله الحمد أطيب. ما شاء الله تبارك الله الأمطار تعاود الهطول في هذه الأثناء. 3 يناير 2022 30/5/1443 منطقة جازان الآن.